مصر حاجه اسمها كاس. اللي بيحصل مع الجمعيات المدنيه او مؤسسات المجتمع المدني المختلفه ده ضد الحق في التنظيم بشكل واضح. حق في التنظيم بيقول ان من حق اي افراد هم يجمعوا نفسهم عشان يقدموا حقوقهم بشكل عام او يحققوا افكارهم بشكل خاص او يحققوا افكار مجموعه معينها زي النقابات مثلا نقابه المحامين نقابه الاطباء الى اخره. ده الحق في التنظيم. او ان انا انضم للحزب السياسي او اخد الحزب السياسي او اشكل جمعيه اهليه وبالمناسبه مش بالضروره احطها في الاطار. يعني معنى لازم يكون اطار شرعي. لا مش ما هو الاطار الشرعيه هنا ايه؟ او التعريف الشرعيه هنا لو انا هجازف شرعيه الدوله القمعيه وقوانينها اللي هي اساسا مصمماها عشان تخالف حريه العمل، فبالتالي هلتزم بالشرعيه دي ولا انا عندي الشرعيه الدوليه وعندي اعلانات ومواثيق واتفاقيات بتقول لي ان انت من حقك انك تنضم للنقابه او تقبل منها، من حقك انك تخش في عمل او ما تنضمش اليه، من حقك انك تعمل جمعيه او ما تعملش جمعيه. لو في مثلا هديك مثلا في نقابه زي نقابه المسلمين عندنا، انا دلوقتي عشان اشتغل محامي مش لازم ابقى عضو نقابه؟ صح؟ طب انا دلوقتي لو خريج كليه حقوق عايز اشتغل في مهنه المحاماه بس مش عاجباني النقابه، مش عاجباني خدماتها، شايف انها نقابه عايز اعمل نقابه موازيه، عايز اعمل نقابه موازيه، هل القانون بيديني الحق ده؟ لا ما ده عشان مفيش استقلاليه للمنظمات وللنقابات عشان مفيش حريه تنظيم تنظيم كمان او حق في التنظيم لازم تكون الدوله هي اللي حاطه يعني عم. مثلا من ضمن واحد مرشح نفسه في رئاسه الجمهوريه وهو عضو مجلس الشعب زي النائب محمد العمده راح حط قانون خاص بالجمعيات الاهليه وده مرشح رئاسه الجمهوريه تقول القانون كله ضد حقوق الانسان بلا عيب وهو محامي وقانون ما فيهوش ماده واحده الواحد ممكن يتقبلها بعقله انها منطقيه زي ما حضرتك بتتكلم على المنطق. طب ادينا مثال حضرتك بعد اذنك. على ايه؟ على ان هو ضد حقوق الانسان. اقول لحضرتك مثلا اتفضل. بص طب مثلا احنا بنتكلم مثلا دلوقتي في مشكله دلوقتي بنتكلم نسخه الموضوع ده على ارض الواقع في مصر. عندنا مشكله في حركتين او مجموعتين دلوقتي المفروض منظمين. حاجه اسمها حاجه اسمها تدريب حاجه اسمها فاندشن. الاثنين دول تنظيم مثلا بس مش اما حد دلوقتي الخناقه كلها عايزين يحطهم تحت عين الكادر، هل من حقوق الانسان ان انا لازم التزم بكادر معين؟ هل من حق هل ممكن اعاقبهم عشان هم ملتزمين او منظمين حاجه؟ انا عندي اطار. الاطار دوت ان انا ما اعملش حركه يكون هدفها بس ان انا اعمل جرائم الهامين. او ان انا همارس مثلا الحركه التنظيم ايه؟ الحركه التنظيم او مجموعه شباب اللجان الشعبيه اللي في الشارع اللي بتقدم خدمات بس مش كيان مفيش كيان مفيش كيان شرعي مفيش اطار بس هم هدفهم ايه؟ بيتجمعوا ليه؟ لغرض خير ولا لغرض سيء؟ هل هم بيتجمعوا بس عشان يتيحوا ممارسه الدعاره مثلا للعب القمار لعمل الارهاب يا مجموعات شبابيه تسرق مش عارف مين؟ فبالتالي انا ليه الزمهم بالاطار؟ حركه 6 ابريل والاخوان المسلمين انا ضد يعني انا مش اخوان مسلمين ومش عضو في 6 ابريل ونكون تحترمهم طبعا احترم حاجات فيها كتير جدا بس في نفس الوقت اضمهم في اطار ليه؟ الناس دي بتطلب حاجات او بتطالب بحاجات سيئه تقييمها سيء طب ما ممكن يبقى الهدف المعلن حاجه عندك بقى ايه؟ هقول لك بقى عندنا حاجه اسمها قانون العقوبات. قانون العقوبات ده في مجموعه جرايم مش عارف كام باب الاضرار بالنفس، باب الاضرار بامن الدوله، باب الاضرار مش عارف بايه، باب الخوف على السرقات، باب اذا كان هم بيعملوا حاجه تصنف كجريمه من الجرائم اللي موجوده في قانون العقوبات، هم غالبا يتحاسبوا